الولاية التشريعية هي الولاية التي تشرع لك أحكامك أعمالك، تقول لك هذا شيء حرام، الصلاة مثلا واجبة، لما تقول لك الصلاة واجبة هذا تشريع من مشرع، واحد مشرع شرع لك الصلاة واجبة، الصوم واجب، الزكاة واجب مثلا، النوافل مستحبة، صلاة الليل مستحبة مثلا، تأكل الطعام حار مكروه بكراهية، النفخ على الطعام تنفخ على الطعام بكراهية، واضح مولانا؟ مثلا صيام رجب مستحب، صيام شعبان مستحب مثلا، واضح مولانا؟ العمل الفلاني مستحب، هذا شو يسمونه؟ يسمونه التشريع، اللي يحلل ويحرم ويجعل الأمور مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو واجبة أو حرام، هذا يسمونه التشريع، يسمونه تشريع. زين، سؤال أنا سألك بالله رد علي، مولانا الذي يشرع للناس من؟ ياهم اللي يشرعون للناس، اللي يقول هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام. هسه مثلا نضرب مثال، احنا الآن عندنا نفرض بيع الأعضاء، واحد يبيع عضو من أعضاء جسده حلال له حرام، زرع النطفة، زرع النطفة يجيبون نطفة رجل أجنبي مثلا يزرعوها في رحم امرأة أجنبية، للمرأة تعرفه ولا الرجل يعرفه؟ يعرف المرأة، واحدا ما يشوف الثاني، هذا شيء حلال له حرام؟ زين، يا هو اللي يقول هذا حلال له حرام، يا هو اللي يشرع للناس، كل من يجي بالشارع ويشرع للناس يقول لك هذا حلال له حرام؟ لا عمي، المشرعون إلى الناس، المشرعون للحلال والحرام ثلاث، طبق الآية الشريفة، طبق الآية الكريمة، اللي يقول لك هذا حلال وهذا حرام ثلاثة، غير هذول ما له حق، أحد أي أحد ليس له الحق أن يحلل أو أن يحرم أو أن يجعل هذا الشيء مستحب أو مكروه أو مباح، اللي يحللون ويحرمون واللي يشرعون للناس ثلاثة. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما، هاي كلمة إنما كلمة تفيد الحصر، تعرف قول الحصر شنو؟ الحصر يعني هيك، يعني مثلا يدخل واحد اسمه حسن وحسين، حسن وحسين يدخلون، انت قاعد تصيح الحسن تقول له حسن تعال، من حسن يجي حسين يتبعه، انت شو تقول؟ تقول انما حسن، يعني شنو؟ يعني بس حسن خليه يجيني، انت لا تجي، انما حسن يعني انت حصرت المجيء بس حسن، انما الله شو يقول؟ يقول انما، الآية حصرية، إنما وليكم، الولاية ياهم ثلاثة، إنما وليكم الله، أول مشرع اللي يجعل الأمور والأعمال والعبادات حلال وحرام ومستحب ومكروه ومباح ياهو الله سبحانه وتعالى، أول مشرع الله سبحانه وتعالى، قال لك الزنا حرام، وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الزنا، واضح مولانا؟ الكذب حرام، النميمة حرام، التهمة حرام، زين، السرقة حرام، البهتان حرام، هذا كله حرام مولانا، ما يجوز، الغيبة حرام مثلا، هاي كلها محرمة، ياهو اللي حرمها مولانا؟ الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا الله حرم أو حلل شيء لا النبي ولا أهل البيت ولا أي نبي من الأنبياء يستطيع أن يحلل حرام الله أو يحرم حلال الله، ماكو بعد، خلاص. الحج واجب، الحج واجب، الخمس واجب، الزكاة واجب، الصلاة واجبة، هذا كله مولانا ياهو اللي شرعها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أول مشرع منه الله سبحانه وتعالى. زين، اجينا مولانا أكو بعض الأمور الله ما ذاكرها بالقرآن، الله ما ذاكرها بالقرآن، إحنا ما ندري هذا حلال لو حرام، ياهو اللي شرعها؟ المشرع الثاني، إحنا قلنا كم مشرع؟ مو تنسى مولانا، رد علي بارك الله فيك، أشوفك منتبه للموضوع، قلنا ثلاثة، المشرع الأول الله، الله سبحانه وتعالى. زين، أجت مسألة الله ما ذاكرها بالقرآن، الله ما ذاكرها بالقرآن، مثل كثير من المسائل، مثلا صلاة الصبح كم ركعة مولانا؟ زين، بالله اعطيني آية من القرآن صلاة الصبح ركعتين، ماكو مولانا. أنت صلاة الظهر والعصر تصليها جهر أو إخفات؟ إخفات، صلاة الظهر والعصر، صلاة المغرب والعشاء جهر، انطيني آية بالقرآن هذه موجودة بالقرآن، عندنا؟ ما عندنا مولانا، ما عندنا آية بالقرآن تؤكد على ذلك. زين، المشرع الثاني، الروح للمشرع،
الثاني ياهو إنما وليكم الله، والثاني ورسوله. إنما وليكم الله ورسوله. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا حلال هذا حرام. عمي صلاة الظهر والعصر تصليها إخفات، تصلي تقرأ الحمد والسورة إخفات، زين. صلاة المغرب والعشاء والصبح تقرأ الحمد والسورة شنو؟ جهرا. صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات. النوافل، نافلة الظهر 8 ركعات قبل الظهر، نافلة العصر 8 ركعات قبل العصر. ياهو اللي علمنا مولانا الرسول صلى الله عليه وآله، في القرآن ما موجود. المشرع الثاني هذا، كم مشرع صاروا؟ 2. زين، اجينا مولانا مسألة لا الله ذاكرها ولا رسول الله أيضا ذكرها، ما ذكرها لا النبي ذاكرها ولا القرآن ذكرها. نمشي نذهب نبحث في المشرع الثالث، قلنا 3. الثالث ياهو طبق القرآن قاعد نحكي، ترى مو من جيوبنا مولانا، مو مثل الجماعة بكيفهم الله يرتمون ذبه وشورى على واحد طلع هو خليفة وطلع هو مشرع لكيفهم. لا مولانا، هذول الله معينهم، هؤلاء الله عينهم في محكم كتابه، وكذلك في كتب السنة والجماعة هذه الروايات موجودة على أن هذه الآية نزلت في محمد وآل محمد. وين المشرع الثالث؟ المشرع الثالث إنما وليكم الله 1، ورسوله 3، والذين آمنوا. زين، الذين آمنوا ياهم، الذين آمنوا كثيرين كثيرين مولانا، هواي الذين آمنوا، لكن الدائرة تتضيق. الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، لأن بعض الذين بعض المسلمين مولانا ما يصلون. احنا عندنا الآن بعض المسلمين صلاة ما يصلي، يقول لك شنو أنا أركع واسجد، هذا نوع من الرقص، نوع من الرقص، أنا استنكف عن أرقص، أنا أريد أصلي أصلي على راحتي، على كيف أصلي. زين، صوم ما يصوم كثير، القرآن قيدها قال الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. زين، بعض المصلين زكاة ما ينطون، قال ويؤتون الزكاة، الدائرة ضيقت. إحنا ما عندنا واحد يعطي الزكاة في الصلاة، ما عندنا في العالم كله أعطى الزكاة في الصلاة الصدقة في الصلاة إلا واحد، ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه الآية لا تصدق سنة مع الشيعة إلا على مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب.